اليوم حلقة حلويات العيد، هنعمل فيها حلويات العيد المعروفة، المعمول البتيفور، بما انه اخر يوم في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. من اكتر الحاجات اللي بحبها، حتى لو عملت بس كوبايتين دقيق، اني اعمل المعمول كل سنة لولادي، مهما كانت الكمية قليلة بس اجواء حلوة، مهم جدا ان احنا نعيشها ونعمل ذكريات جميلة مع اولادنا. فالنهاردة بعمل مقدار صغير مش كبير، هعمل 5 كوبايات من الدقيق، هضيف عليهم 2.5 كوباية من السمنة الدايبة أو السايحة، أو نفس المقدار زبدة حسب ما تحبوا. فأول مرحلة في المعمول هي بس الدقيق مع السمن، ودي أهم مرحلة فيه، اللي بتديكي في النهاية نتيجة حلوة، تديكي معمول يكون هش ولذيذ. هضيف عليه دلوقتي بهارات المعمول، دي تقريبا معلقة كبيرة، وهضيف 1 كوباية من الحليب المكثف المحلى، هضيفها بالتدريج، وشوية من ماء الزهر، يعني تقريبا معلقة. أضيف باقي الكمية.